بداية اسمحوا لي أن أدعو للموتى من جراء الحرب على غزة بالرحمة، والجرحى بالشفاء العاجل، وأدعو إلى هدنة إنسانية فورية لإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر، ولا الالتزام بالقانون الدولي التزاماً كاملاً حفاظاً لحياة المدنيين. الحضور الكريم، يشرفني أن أكون اليوم في مراكش الخلابة التي تعكس أرثنا العربي الغني، وأن ألتقي بهذا الجمع النابض بالحياة من رواد الأعمال والمقاولين. ويسرني أن أرحب بكم جميعاً في القمة العربية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. فلقاؤنا هو دليل على تصميم كل منا على الانتقال من التحديات إلى الفرص، ومن المنعة إلى الازدهار، ومن الابتكار المحلي إلى التأثير العابر للحدود الإقليمية والعالمية. الأخوة الأعزاء، تشهد منطقتنا العربية اليوم نهضة في مجال ريادة الأعمال، فلنتأمل معاً في هذه النهضة وفي مسار الرائع الذي قطعته ريادة الأعمال. سنجد إنها ازدهرت في ظل ظروف صعبة سمعنا جزء منها من معالي الوزير، وسنجد إن رواد الأعمال تغلبوا على شتى العقبات واستفادوا من شتى الفرص، وهم تجسيد للقدرة على الصمود والإبداع والتصميم على إحداث فرق إيجابي حقيقي في بلدهم وفي المنطقة. انظروا حولكم، سترون رواد أعمال من شركات مثل إيكودوم من المغرب، وكندا أي آي من الأردن، وكرافت ستور من السودان، وميد ديزاين هيلث كير من الكويت، ونكست أي في من تونس، وسنونو من قطر، وجراوند فيرتيكل من لبنان، وفي دكتور من اليمن. هؤلاء وغيرهم هم الكثير من الشباب والشابات الذين ستلتقون بهم خلال هذه القمة، كلهم يتبنون التحول الرقمي والتكنولوجيا الذكية، ويسعون من أجل التنويع الاقتصادي والنمو المستدام. رواد الأعمال والمقاولين الأعزاء، وأنتم تسعون للالتحاق بالاتجاهات الرقمية الحديثة ولمواكبة الطفرة التقنيات الذكية لتطوير أعمالكم، التزموا بأفضل الممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ESG. فنحن على عتبة عصر جديد، حيث الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ليست مجرد كلمات رنانة، بل قيم أساسية لنجاح ريادة الأعمال. وسعوا أفاقكم وأعبروا إلى خارج حدود بلدانكم، ضعوا أهدافاً طموحة، اخطوا خطوات جريئة، وابنوا جسوراً قوية مع زملائكم ومع الأسواق الإقليمية والعالمية. وهذه القمة ستمدكم بالمعرفة والفرص اللازمة للاستفادة من سلسلة القيمة العالمية ولتوسيع نطاق أعمالكم. وستعقد خلال هذه القمة اجتماعات للتعارف والتشبيك بين المشاركين، وأنا أشجعكم مثل معالي الوزير على اغتنام هذه الفرصة، فهي لا تقدر بثمن. الحضور الكريم، لا يزال الوصول إلى التمويل تحدياً جسيماً
لذلك نحن بحاجة إلى نماذج مالية مبتكرة لسد هذه الفجوة وتمكين مشاريعنا من الابتكار والتوسع. وتعتبر منظمات مثل برنامج الخليج العربي للتنمية أكفند مثالاً يحتذى في هذا الشأن، فهي تقدم الخدمات المالية الأساسية والدعم للمشاريع الصغيرة محولة التطلعات إلى واقع والإمكانات إلى فرص، فاستفيدوا منها لأنهم شركائنا اليوم معكم. كذلك ها هي شركات مثل بي هايف ومدا ومارك نيومارك فند ونماء وهلان تحدث ثورة في مشهد ريادة الأعمال، وهي تجسد نماذج التمويل المبتكر التي ستكون محركاً للنمو في منطقتنا في المستقبل. غير أن المسؤولية على تعزيز هذا النمو لا تقع فقط على عاتق المؤسسات المالية، بل أيضاً على عاتق واضعي السياسات الذين يؤدون دوراً حاسماً. فمن الأهمية بمكان إعادة تقييم وصياغة السياسات لإنشاء بيئة أكثر موائمة وتحفيزاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وينبغي تصميم القوانين والقواعد والأنظمة ليس لتسهيل ريادة الأعمال فحسب، بل أيضاً لتمكينها والنهوض بها. فالنهوض بهذا القطاع هو أكثر من مجرد هدف اقتصادي، إنه أساس الاستقرار الاجتماعي والازدهار. وتتيح هذه القمة لوضعي السياسات محفلاً لتبادل الخبرات والتعلم أفضل الممارسات والتفاعل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال جلسات الحوار بشأن السياسات، فتفاعلوا في هذه الجلسات. السيدات والسادة، لرواد ورائدات الأعمال والمقاولين والمبتكرين والمبتكرات والطموحين والطموحات، أقول إن أحلامكم وشغفكم وقدرتكم على الصمود رغم الصعاب هي محرك اقتصاداتنا. ولواضعي السياسات أقول إن بصيرتكم والتزامكم لا غنى عنهما لتهيئة بيئة مواتية لنجاح ريادة الأعمال. ولشركائنا المتنوعون في توجهاتهم ومشاريعهم ومجالات عملهم أقول إن حضوركم خير دليل على التزامكم بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقتنا لتزدهر وتخلق المزيد من الفرص. ختاماً، أشكركم جميعاً على حضوركم وعلى مشاركتكم في رحلتنا نحو مستقبل أفضل. فمعاً نحن لا ننفذ المشاريع وأعمالاً فقط، بل نحن نرسم المستقبل، مستقبل روحه الابتكار ونهجه الشمول ووجهته الازدهار.